تكون العهدة التشريعية المقبلة كسابقتها، فتغييرات كثيرة ستطرأ على المجلس الشعبي الوطني المقبل في الشكل والمضمون. فبموجب أحكام الدستور المصادق عليه في 7 فبراير 2016، سيتعزز دور الرقابة للسلطة التشريعية على التنفيذية وحق المعارضة البرلمانية في مشاركة فعلية في العمل البرلماني، ما من شأنه أن يضفي مصداقية أكثر على النصوص القانونية. الدستور الجديد وبكل موضوعية، أما لا لقوى المعارضة الممثلة في البرلمان إمكانية النشاط البرلماني، إمكانية التمثيل في مختلف النشاطات لمارس البرلمان، يعني ومؤكد أنه راح يتكيف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني اللي مازال حتى اليوم لم يتم الاتفاق عليه، منتظر من البرلمان القادم أنه صادق على نظام داخلي جديد للمجلس الشعبي الوطني، من خلاله يتم تمكين مختلف القوى السياسية الممثلة في البرلمان من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كأعضاء في البرلمان. أما من الناحية الشكلية، فبرلمان 2017-2022 سيعرف تركيبة متعددة من نواب الشعب، ميزتها الأساسية هذه المرة تسابق رجال المال في ظروف اقتصادية صعبة للظفر بمقاعد في مبنى زغود يوسف. الحاجة أنه البرلمان هذا ماهوش راح يجي في بحبوحة مالية، راح يجي في ظل سياسة التقشف وفي ظل صعوبات مالية اللي تعاني منها الاقتصاد الوطني، ولكن ثاني شيء جديد كذلك أو اللي كذا راح يكون برنامج موزايك، يعني متعدد ومتشتت فيما يخص تركيبته. الشيء الجديد فيه راح يكون تكثيف تمثيل لأصحاب رؤوس الأموال وللأثرياء، والمال السياسي سيكون له دور في أشغال البرلمان وفيما سيصدر عنه من قرارات ربما حتى من مواقف برلمانية. هي إذن تشريعية سيكون لها أثر في تغيير الخارطة السياسية في الجزائر، خصوصا وأن الدستور الجديد ينص على تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وهو المعطى الأبرز في مرحلة ما بعد انتخاب برلمان 2017.